يوم شتائي عاصف يقتحم أيام الصيف الحار في مدينة إسطنبول، فشهدت ساعة الصباح الأولى هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد تسببت في سيول عطلت حركة السير لعدة ساعات. أردت الذهاب إلى العمل، لم أستطع. أضعت اليوم 5 ساعات لأول مرة أشاهد هذه الأمطار الغزيرة في إسطنبول. سيارات بلدية إسطنبول هرعت لفتح الشوارع الرئيسية كزيتون بورنو ومارتر التي تعطلت حركة السير فيها جراء المطبات الترابية بسبب السيول، فعملت سيارات البلدية على تسيير حركة الشوارع التي تشهد بطبيعة الحال ازدحاما مروريا في مدينة يتجاوز عدد سكانها قرابة 14 مليون نسمة. هناك أزمة في المواصلات، أريد الذهاب إلى أكسراي ولا أستطيع لأن الشوارع في حالة شلل. توقعت أن أصل في الساعة الثانية وحتى الآن أنا في مارتر. محطات المترو التي تعد العصب الرئيس في المواصلات العامة لكونها تنقل عددا كبيرا من الأشخاص تعطلت أيضا جراء تجمع مياه الأمطار في الأنفاق ثم عادت إلى حركتها الاعتيادية، لكن تعطل حركة المرور جراء غزارة أمطار لم تهطل في فصلها الاعتيادي شكل مفاجأة لسكان المدينة. شهر تموز لم يفاجئ تركيا هذا العام بمحاولة انقلاب عسكري، مفاجأته اقتصرت على انقلاب في الأحوال الجوية عطل حركة السير في مدينة إسطنبول لساعات عدة. سوزان سالمي، أورينت نيوز، إسطنبول.